لكن الكاف ممكن تكون دراي، ممكن تكون فيها اكسوديشن على حسب المرض.
لكن كلهم عندهم بيزنس، كلهم عندهم بين برضه، نوع البين او التايب او الكاركتر او البين هيفرق من حد للتاني. هتلاقي كلينيكال بيكتشر اوف ايتيولوجي، هتلاقي كومبليكيشنز، هتلاقي توكسيك مانيفستيشن اذا كان المرض فيه انفكشن ولا حاجه. الجنرال اكزامينيشن توكسيك مانيفستيشن، السبب لو موجود تي بي مش عارف ايه، كومبليكيشنز. الحته بتاعت اللوكال دي خلصوا منها للابد. لو قعدت في كل مرض في الشست تقرا اللوكال اكزامينيشن تبقى ثابت، يعني غلط انا اسف يعني. المفروض انت واخد كلينيكال اقل واحد فيك، وحتى يعني عارف كده الكلام بشاش يعني. احنا بس هننظمه. انا عندي انسبكشن بالبيشن بالكشن وستاتيك، شوف طبيعه المرض اللي قدامك واتكلم عليه، اتكلم عليه نحط كده ضمن قرارات يعني. انا بقول لك انسبكشن بنعلق على الشيب، يهمني جدا جدا الريتراكشن والبلز مثلا يعني. اعلق كمان على الموفمنت، اي مرض في التشيست يبقى الحركه هتبقى ليمتد يعني، الناحيه المصابه لازم الحركه فيها اقل شويه. لو كان المرض ده تروماتيك ولا حاجه هتلاقي سكيمجين، يعني هتلاقي حاجه في التشيست وول تقول لك ان هو عنده فات تروما هنا او حاجه، يعني السكيم تعلق على التشيست وول. اي انسبكشن انت بتشوفه متعلق على البلسيشنز، ابسنت ايبكس موجوده مش عارف ايه، لو ليها لازمه. وبعدين تعلق على الميديستاين، تعلق عليها سواء كان انسبكشن او سواء كان بلسيشن، عارف في حاجات في التشيست بتزق توز اوفر سايد زي الاكلوجن والنيموسول، حاجات تشد للسيم سايد زي الفايبروزس و الكولابس. البرديش كان بيشوف اذا كان في تندر ليست او مرض في انفكشن، في التهاب في البروره ولا حاجه، لو دوست عليها هيبقى في تندر ليست. الدي بي اف كان كل الناس اللي قاعده، كل الامراض اللي تشست هتقلل الدي بي اف او هيبقى نورمال، الا في الكريسيز اللي هم الكونسرفيشن كولاتيوز ادوتنت برونتس كان في ابس برديشن اند سراوند باي كونسرفيشن، يبقى دي الحاجات اللي هتعلي. اذروايز هنقول الدي بي اف نورمال او قليله. البالبابل ساوندز يعني مثلا في نارمنج وفي ويزس، ممكن احسها في رق صوت رق جامد بس رق السماعه، ممكن احسه بايدي كريبتيشن قويه، ممكن احسها بايدي يعني الاصوات العاليه بالسماعه ربما تحس باليد. ثم تشست اكسبانشن، تشست اكسبانشن لازم الناحيه المصابه الحته اللي فيها مرض لازم الحركه بتاعتها تبقى ليمتد شويه مقارنه بالناحيه الثانيه. البركشن بقى على حسب يعني، هو النورمال لانج ريزونانس مش كده؟ لو كان عندي مثلا بلورال ديفيوجن ده اعنف حاجه ستوني بلس، لو كان عندنا مثلا فايبروز او كولابس بلس، عنده شويه كونسوليديشن بنقول عليه انفيرد روك او بلس تمشي، انفيزيما الهواء زياده هايبر ريزونانس، تنشن نيومو سوركس هواء زياده قوي مشدود هيبقى اسمها تمبانيك ريزونانس وهكذا. ثم الاوستراتيشن بتعلق عن طريق نوع التنفس اللي عندك ايه؟ هل هو فيزيكال ولا بونكال مثلا؟ الاديشنال ساوند لو في عندك صوت اضافي النهارده مثلا في رب في كريبيتيشن تعلق عليها بكره هيبقى كل يوم ويزس هتعلق عليها. ثم الفوكال ريزونانس دي مرتبطه بالتي بي اف، يعني الحاجه اللي هتعلي التي بي اف بالفوكيشن هتعلي الفوكال ريزونانس عن طريق الاوسكالتيشن. الكلام ده يقعد يتكرر كتير وهنقوله كذا مره لغايه لما يبقى اسطمبه خلاص سرقان. اول مرض معانا هو الدراي بلوريسي، هو انفلاميشن اوف بلورا وداوت ان فلويد فورميشن، حصل التهاب على الناشف كده، وده بيكون فيه من نوعين، يا اما يكون برايمري يا اما يكون سكندري. برايمري ممكن يكون السبب بتاعنا انفكشن، ويبقى التي بي من اهم الاشياء، ها او فيرال انفكشن او بكتيريال او ريتوبر، وكازاكي بي وايكو فيروس ممكن يعملوها. ممكن يكون السبب ايمونولوجيكال، ها زي امراض اللي بتعمل بوليسيلوسايتس، امراض المناعيه اللوبس وفواتها. ياتروجينك عن طريق برضه نفس الفكره، ياتروجينك الادويه اللي بتعمل لوبس لايك مانيفستيشنز. ممكن يكون السبب فاميليال نيوتروفيليال فيفر، يكون السبب يورينيا، يكون السبب نيوروسيليوما. بص يا دكتور، قد يكون السبب فاميليال نيوتروفيليال فيفر، ايوه هي بتعمل بروتونايتس وتعمل بوليسيلوسايتس. يورينيا قلنا اليورينك فروست ممكن تترسب في البوليكاردي، انت بتعمل ايه؟ بينلس بوليكاردايتس برضه نفس القصه، ممكن اسمع رب، اسمع بلور او بوليكاردي الرب من غير ما يكون في الم ولا حاجه، وده انديكيشن فور دياليسيس. ميزوس اليومن هو ده اصلا برايمري تيومر اوف بلور، عشان كده قلناها مع البرايمري، يعني هو مش جاي من مكان تاني، هو المرض الاساسي جاي منين؟ يعني خد بالك الحاجات دي لما اقول لك عليها كلمه برايمري، يعني الامراض جايه اصلا جايه ليه؟ يعني المرض في البلور، المرض جاي هنا في البلور. سكندري كلمة مهمة، سكندري ليه؟ لو احنا قلنا ادي الدايفرام مثلا يعني، وادي اللانج اهي، وادي حواليها البلورا البصرة البريدة اللير،
وهنا في الجزء بتاع الميديستاينم، وطبعا في هنا التشستوري. فاحنا بنقول لحضراتكم لما اقول لك الدولوريس ممكن نقول السبب عندي حاجه في اللنج وبعدين البلوره اللي حواليها يعني اتعدت منها، ممكن يكون السبب في الميديستاينم، ممكن يكون السبب في التشستوري، ممكن تكون المشكله حاجه جايه لي من تحت، جايه من تحت اسمها سايد فراجماتيك. قد يكون السبب في البلوره على فكره، ودي حاجه مهمه جدا وسهله، اي مرض في البلور، اي مرض سوري اي مرض في اللنج لازم البلوره از ابارت اوف سيمبثي تتعاطف معاك. يعني اقول لكم حاجه، امراض اللنج اساسا اللنج شخصيا مش بتوجع، يعني لو عندي مرض جوه اللنج ده مش بيوجع، لكن المشكله ان بيحصل افكشن لمين؟ البلوره اللي فوق، وده اللي بيؤدي الى الالم. يعني مثلا هو مريض المنام ده التهاب جوه التهاب رئوي، لكن يحصل معاه بلوريسي، البلوريس اللي حاصل معاه هو اللي بيعمل تشست بين. يعني ما سبب ان تشست بين في المنام؟ هو بلوريسي. فذلك اللي عنده لونج ابسنت، اللي عنده تي بي، اللي عنده برونكوزينيك كارسوما، البرونكوزينيك كارسوما بينس الى العمل انفيجن البلوره، يبقى افكشن البلوره هو اساسي. يبقى اي مرض في اللنج اشهر حاجه في النمونيا، اشهر كلمه نمونيا مثلا، خلاص ممكن يكون حاجه جايه من الميديستاينم. كلمه ميديستاينم يعني الاوسوفيتس، يعني التركيا، يعني القلب حتى. هو يا اولاد لو حد عنده بريكاربيتس فممكن يؤدي الى حتى كذا بلورو بريكاربيتس. يعني قد يكون سبب اصلا واحد عنده حاجه عملت بريكاربيتس وانتشرت منها الى البلوره، يعني جاي عن طريق الميديستاينم، هو القلب تبع الميديستاينم، او جاي من بره تشست وول. تقول لي ازاي واحد عنده اوستيومايلايتس مثلا في البلوره، فممكن تافكت تعمل افكشن لهذه البلوره، يبقى جاي من التشست وول. او حتى لو في فراكشر وفي احتكاك، لو حتى حصل كسر ولا حاجه او شرخ في البلع وعمل احتكاك، ممكن يؤدي الى بلوريسي. او ممكن يكون جاي من تحت، جاي من تحت الدايفرام، واحد عنده اميبيك ابسس مثلا، بايوجينيك ليفر ابسس، سب كلينيك ابسس، ما ممكن الحاجه دي تعدي هنا وتعمل التهاب. فبالتالي الرباعيه كلمه مشهوره وعايزين نثبتها، يعني كل حاجه هقولها فاكر الاربع حاجات، سكندري ليه، سكندري ايه، سكندري ليه الحاجات اللي حواليها، دايما دي كلمه مشهوره جدا، خصوصا من اول عنوان ما اسباب البرايه بلوريسي. البرايمري هنا تبقى سكند، البرايمري المرض جاي هنا، تي بي از كومنست او فايرال انفكشن، ممكن تكون امنولوجيكال او ياتروجينيك، او تكون مع الفاميليال مالتيريال فيفر او يورينيا، او تكون ميزوس اليوما. سكند لاربع حاجات، سكند للون وكل نموذج اكزامبل، يعني سكند للميديستاينم، سكند للتشست وول، وسكند للسب فراجمنت. الكلمه الثانيه، ما عنديش حاجه هنا غير المجهود شويه التهاب فقط، ما عنديش المشكله الكبيره. لما اجي على الكلينيكال بيتشر بتاعتنا، الناس دول بيشتكوا من الكف عشان الاريتيشن. الفيسر اللي هي البلورا فيها كف ريسبتورز، بص كل او معظم الكف اللي معانا في المنهج اسمه ريفلكس كف. الكف ريسبتورز منتشره فين؟ منتشره من اول الفارنس واللارنس والتراكيه والبرونكار والالفيولاي والانترستيشيوم وفي الفيسر اللي هي البلورا. وفي اماكن اخرى بره التشست كمان. فاي اريتيشن لهذه الاماكن تؤدي الى ريفلكس كف، فبالتالي اي افكشن لهذه البلوره يؤدي الى دراي كف، ريفلكس كف، دراي كف. كمان عشان الحته المصابه انا عندي بلوريسي في مكان ما، الجزء ده، الجزء ده كل ما اخد نفس يوجعني قوي، فانا بقلل النفس، ما باخدش نفس بعمق او بشده يعني. عشان كده الناس دول يحصل لهم ديسنيا، يبقى ديسنيا عشان عندي ليميتيشن اوف موفمنت. نمرة ثلاثة، الناس دول كلهم عندهم بين، ودي كلمة السر، والتايب اوف بين هنا ستيتشنج لوكالايز. هذا الألم يزيد مع النفس. أنا باخد نفس بخلي الفيسر والبرايت الليل يحتكوا ببعض، يزيد مع الكحة والعطس والسترين، أي حاجة تعمل احتكاك. يقل لما أوقف نفس، يعني لما أوقف نفس هتلاقي الألم يبدأ يقل. لما أنام على الناحية المصابة أنا عندي بروز في الناحية اليمين، فانا نمت على الناحيه اليمين فقللت الحركه بتاعتها فالالم قل. لو انا نمت على الناحيه السليمه، لا ده انا هوقف الناحيه السليمه اخلي دي تشتغل اكتر فالالم هيبدا يزيد. يتميز الالم بتاع البروسي انه لوكالايز، ودي حاجه حلوه. فيتميز انه لوكالايز، يعني ايه لوكالايز؟ يعني بيقول لك المكان المصاب اهو، الحته المصابه ايه، الجزء المصاب اهو، فاهمني ولا لا؟ الا لو كان جاي في الجزء ده، الجزء ده اسمه دايفراجماتيك، الحته دي كده اسمها دايفراجماتيك بلورال، دايفراجماتيك بلورال. لو كان الالم او لو كان الانفلاميشن في السنترال بارت بيسمى في سي 4 يجي في الشولدر. هيوصل لغايه سي 4. هعمله بين الاريتيشن للفرينك والفرينك مايل سي 4.
لو جه هنا في البريفرال بارت في الجزء ده بيسمع في الانتر كوستال نيرفز ويسمع في الابر ابدومين. يبقى الاساس في البولر بين انه ايه؟ لوكالايز. لوكالايز ما يعملش ريفيوجن الا اذا كان في الدايفراجماتيك بلورا. سنترال او بريفرال في موقفين. سنترال هيعمل ريفيوجن لسي 4 اللي هي في الشولدر، ولو كان في البريفرال هيسمع مع الانتر كوستال، هيجي العيان يشاور لك كده، انا كان عندي الم يا دكتور، يزيد مع النفس وماشي كده، انا بشاور لك كده. حتى يقول لك ميز دايجنوز باز اريتابل باول. فطبعا الدكتور اه شفت انت مش عارف القولين، ده القولين المستعرض. هو المستعرض ده يعني هو قال لك بيزيد النفس، ده بيزيد النفس، بيزيد النفس لو عندي حاجه في الجمهور او عندي حاجه في العضلات. فهمت انا؟ فتهمين الفكره ما يكونش ابدا، ما تجيش تقول له ده اريتابل باول، هذا بيزيد النفس ملوش علاقه بالاكل ولا الكلام ده. كلمه بين هي الكلمه المهمه، لكن اوكي معناها دراي كاف، معناها ديزني، معناها تشست بين. هلاقي في توكسيك مانيفستيشن، فاهم؟ انا معايا بلوريسي، انا على فكره بتكلم على السين، معايا كلينيكال بيتشر اوف كوز. يعني لو عندي تي بي هلاقي الكونستيتيوشنال مانيفستيشنز اوف تي بي، عندي بلوريس اليوم هلاقي معايا مثلا عمال يخس ولا حاجه على حسب السبب. بعد كده ممكن تحصل لي كومبليكيشنز، واشهر كومبليكيشن اشهر كومبليكيشن هتحصل مع البلوريسي ان هو يقلب بلور الجلد، والصوره هتتحول من ستيتشنج جلد الى دارك ايفنج جلد مثلا، او من كتر واحد عمال يجي له كل شويه كل شويه كل شويه كل شويه يقعد يجي له بلورس، فممكن يحصل بلورال ثيكننج او بلورال فايبروزس. هذا من كتر الايه؟ اقل ريتيشن كل شويه كده. يبقى السيمتومز بتوعي سته، ها عندي دراي كاف، عندي ديسنيا، عندي بين، وانت وصفت وبتتكلم عليه. هتلاقي الكلينيكال بيكشر اوف كوز اس تي بي او نيوسوليوما، عندي توكسيك مانيفستيشنز complications as pleural effusion or thickening. هتيجي تفحصه هتلاقي الحراره والكلام ده، هتيجي تشوف السبب تدور عليه، تدور على الكومبليكيشن استنبط بالهداوه بقى، وانا اسال وانت ترد عليا. هنعمل انسبكشن، اقدر اشد في التشست دي ولا حاجه، وانا اثرت على الشيب اللي عندي برجر ريتكشن انورمال شيب. الكلمه الثانيه موفمنت، يبقى عندي ليميتيشن اون افكتد سايد، الحته المصابه الحركه بتاعتها تبقى قليله. التشست وول السكن نورمال الا اذا كان عندي تروما، ممكن الاسباب بتاعي يعني التشست وول تروماتيك، يعني هو نورمال الا اذا كان عندي تروما، ممكن كان ايفيدنس اوف تروما. البلسيشنز الطبيعيه الترابيه كان انسبكشن وبلبيشن الميديستايل عباره ايه؟ زي الفل. تندر ميس يس اور نو؟ يس، يعني مش انا عندي تندر ميس ولا مش في الم؟ ايوه انا عندي مقابلها كلمه تندر ميس تي بي اف عادية، أصل المرض هنا سهل يعني عادية مفيش فيها مشكلة. نورمال تي بي اف بلبابل ساوندز اه، وفي حاجة اسمها ربة صوت احتكاك، والأمارات يبقى قوي وكونه قوي ممكن أحسه، يبقى اسمه بلبابل إيه؟ بلبابل ربة. تمام يا بنات؟ الديجري اوف تشست اكسبانشن ليمتد اون افكتد سايد. لما أعمل بركشن أنا ما عنديش مشكلة كبركشن نوت، يعني اللنج فيها هوا عادية، أنا ما أثرتش على الهوا، فهي ريزوننت بارتندر، هي ريزوننت بس الخطه دي هتبقى تندر، هي طبيعيه بس كل ما هنالك انها تندر، لان انا عندي عندي انفلاماتوري بروسس. لما اجي اسمع هسمع نورمال بريث ساوند عادي، وهسمع اديشنال ساوند اسمه راك، والراك ده صوت فريكشن، بيكون شارب ساوند فريكشن ساوند نتيجه احتكاك الفيسرال والبرايتال لاير. بيجي مع بيجي دايما مع النفس، كل ما ياخد نفس تلاقي الصوت عمال يزيد معاك. احنا قلنا قبل كده كان في كلمه اسمها بريكارديال رب، كنا قلنا حاجه هنفرق البلورال من البريكارديال عن طريق ان انا بتكلم بلورال مع النفس، اما البريكارديال مع القلب. قلنا هنوقف النفس، لو اختفى يبقى ده كان بلورال، لو فضل شغال يبقى دوت بريكارديال. مفهوم المكان طبعا، كل ما كان بعيد عن القلب انا ماشي اكتر مع البلورال. افرق بينه مع بينه وبين الفريكشن اوف ذا سكوب عن طريق ان انا اثبت السماعه، لو ظهر اكتر يبقى رب، لو اختفى يبقى ده كان فريكشن اوف ذا سكوب. طبعا ما عنديش بوكا ريزنس او ما فيش فيها مشكله، انا ما عنديش حاجه من الكريسي. على فكره كل البتاع ده سهل، يعني الحته دي كلها سهله، وهتتقال النهارده في معظم الامراض ورايح نفسك. وهتتقال في كل حاجه. الكومبليكيشنز اثنين، ها بلاد انفيوجن وثيكنج لو فايبروزس. الانفستيجيشنز انا عندي حاله بلاد بلوراسي، كل اللي تشست اعمل له اكس راي، وساعات اعمل لابوراتوري انفستيجيشنز. عايز تعمل سي بي سي، عايز تعمل حاجات فور ايتيولوجي اعمل، واخد بالك؟ لكن هتعمل اكس راي، الاكس راي ما فيهاش حاجه الا لو كان في اندرلاينج ديزيز، بمعنى مش هو ممكن يحصل فوق النمونيا فانا هلاقي ايه؟ النمونيا. مش هو ممكن يحصل مع الابسس فانا هلاقي ايه؟ الابسس. حلو كده؟ يعملوا يدور على السيرولوجي بتاع الفيروسات، يقول لك ما هو السبب بتاعنا فيروس، مرات يعمل
رينال فانكشن يقول لك ما هي اليوريميا سبب اساسي، فاهمني ولا لا؟ يعني ساعات تقعد تدور على ايه على الاسباب، بس صدقني مش فرق. مش فرق، الموضوع ابسط من كده بكتير. لما قلت كلمه طبعا احنا في البريكاردايس لو فاكر كان في حاجه مهمه اسمها كنت بنعمل اي سي جي عشان الاليفيتد اي سيجمنت ان اول يوز والهارد. هنا برضه انا بتكلم على لونج بقى، ماليش دعوه بالهارد بتاع الاي سي جي ده. لو انت عايز حاجه دقيقه والموضوع متكرر اعمل سي تي، اعمل ام ار اي. لو كان الموضوع متكرر او بيحصل كتير دور على السبب، دور على اللي عامل لك المشكله. العلاج في كلمات بسيطه، قول العيان بتاعك اعمل له ريأشورنس عشان لو انت جاي قلقان يقول لك انا عندي نغازات كده وقلبي وجعت، يا جماعه قلبي طبعا، لكن كله كان عنده نغازات في قلبي. اول ما يدخلك يا دكتور عندي نغازات، هو مش هيقول لك كده. قول له والله العظيم لقيتك. على فكره لما بيقول لي نغازات انا بنبسط. انا لما العين تقول لي انا عندي نغازات او نغزه انا بنبسط. بنبسط ايه؟ نيفر تو بي، مش نيفر تو بي انجينال بي، مش انجينال بي كان اي نوع الا كلمه دي. يبقى انا بتكلم بقى بلورا بريكارديا مصر، ده كله كلام فاضي. يعني انا منفي ان في مشكله في القلب خلاص الحمد لله، فاهمني ولا لا؟ دي الفكره. الفكره الثانيه هتقول له نام على الجنب اللي ايه؟ اللي بيوجعك عشان اقلل الحركه. ما انا كل ما انا عن احنا بتوجعني اقلل الحركه، مش كده ولا لا؟ وبعدين تديله نظام ستويد انتي انفلاماتري كان اسمه اندوميتاسين ممكن كولشيسين والكلام ده. وساعات في حلو يا اولاد لوكال انكيزي هنا في الانتر كوستال نيرفز. كلها افكار، لكن العلاج هو علاج السبب لو كان في سبب. يعني لو عندي سبب اساسي لابد ان انت تعالجه. ركزوا في الحته دي، مش ممكن البلوريسي يكون فوق مرض معين زي النمونيا او اللنج ابسس او الكارسينوما. ايوه، فهتلاقي الكلينيكال بيشر بتاعت المرض الاساسي هي اللي واضحه. والبلوريسي هنا سكند، يعني كلمه بلوريسي هتبقى سكند ليها، لكن المرض الاساسي هو اللي هيكون ايه؟ اللي هيكون ظاهر قدامنا، اوكي؟ خدنا كتير في مرض ده مش تحت اللازمه. بلور الديفيوجن هو الاهم. يعني كولكشن اوف فلويد في البلور سكند. وده الفلويد اللي بيتجمع ليه اربع احتمالات كما تعلمون. قد يكون اكسوزيشن. قد يكون ترانسيوزيشن. قد يكون هيموراجيك وقد يكون فيروس. يعني اربع عناوين زي مين؟ بالظبط. ممكن يبقى باصي بس لها قيمه. اوكي؟ اخر سنه بسرعه. لو كان السبب اكسوديتد يا اما برايمري يا اما سكندري، هجيب نفس الحاجات اللي عملت جراند بولوجي واحطها كاكسوديتد، مفهوم ولا لا؟ يبقى نفس الاكسوديشن لنفس الاسباب الايه؟ اللي هي البرايمري والسكندري نفس حتى مجهوله، الصفحه مجهوله زي ما هي، مفهوم الكلام؟ طيب ترانسوديشن بصوا هو ايه اللي هيعمل اصلا الادينه في اي مكان في الجسم؟ يا زياده هيدروستات الجوشة، ها؟ يا نقص الاجمالي البريشر. البرميابيلتي لا، البرميابيلتي تعمل اكسيوديشن لان ده غالبا انفلاميشن يعني. طيب لما اقول لك زودت الهيدروستات البريشر، ايوه ممكن مع الباد سايد هارت فيجر، مع البريكاردال ديزيزز، مع البريكاردال افيوجن او كونسبت البريكارديتس، مش كل دي حاجات بيزيد فيها الهيدروستات البريشر لما تعمل اديما واسايدس وبلورا وبريكاردال افيوجن. ما هو البلورا كانه جزء من الايه؟ جزء من الكل، جزء من الكل. ها سبيل كده جبل اوبستراكشن، نفس الحاجه المفصله واحده. يبقى اي حاجه هتزود الهيدروستاتيك بريشر هتؤدي الى ترانسيوديت فورميشن ولا ايه؟ او نقص الاوزموتيك بريشر، ما بياكلش مال نيوتريشن، او عنده ليفر سيل فيلر ما بيصنعش البومين، او عنده نفروتك سندروم، فاهمني ولا ايه؟ في هذه الحاله ها هيبقى عندنا ترانسيوديشن. او في كلمه بس تعرفها اسمها ميكس سندروم. ميكس سندروم واحده ست عندها اوفيريان سيست او فايبروما ومعاها اسايتس ومعاها رايت سايد البلور ديفيوجن. تجميع الثلاث حاجات اوفيريان سيست او فايبروما ومعاها اسايتس ومعاها بلور ديفيوجن في رايت سايد، الثلاث دول مع بعض حاجه اسمها ميكس. تقدر في الناس مش وقتها. بس بص يا دكتور، قد يكون ترانس اكسوديت، هقول المواصفات دي ترانس اكسوديت، هقول الحاجات اللي زودت الهيدروستاتيك بريشر او قللت الاوزموتيك بريشر والميكس سندروم. هيمو، ها لما اقول لك بقى هيمولوجيك عندي دم، والله الحاجات الخطيره دايما المالجننت انفيوجن. مالجننت انفيوجن يبقى هيمولوجيك، يبقى مثل يبقى دكتور ده معاه. بص يا دكتور، عارف بلاتو وديستريس ورابد دي اكيوميتد، يعني الاسحاب اللي هنا يروح ايه؟ يروح متجمع من تاني. فالهيمورج ما ننساهوش، الهيمولوجيك بلوك ديزيز، تروما جنبها حاجه فرقعات، رابشر او ورتك انوريزما، وكان رابشر في البريكارديا ممكن رابشر كمان على البلورا. ناس عندهم بلفر او هيموفيليا بياخدوا انتي كواجلانت. ممكن السيفير فورمز اوف تي بي تؤدي الى هيموراجيك افيوجن. دايما الحاجات الخطيره، لكن ما تنساش كلمه مالجنسي. اللون الاحمر خاف منه عشان المالجنسي. الكايلس يعني ليمف، مش كده؟
والليمف ده في حاجه اسمها ثلاثي الدم. ايه اللي بيخليها يحصل فيها انجري؟ يا تروما يا تيومر نفس الكلام. عايز في دقيقه ايه الفرق بين اكسيوليشن وترانسيوليشن؟ لا القلب اللي في الترانسيوليشن قال لو ثلاثة اكتر من ثلاثة بس بسبب الكلام دي اقل من 1015 واكتر من 1015 والوايت بلاد سيلز اقل من 1000 واكتر من 1000 والال دي اتش اقل من 200 واكتر من 200 الهيموراجيك هتلاقي فيه ار ديزيز بكميات كبيره وطبعا الهيموراجيك ده لو اتساب فتره طويله ممكن يحصل له فايبروزس اورجانيزيشن يعمل مشكله. الكايلس يتميز انه ميلكي وايت جريزي كبير الريديشن اوف ايفل وبعدين بيتسبب اورنج ودي استودانس دي كلها مواصفاته والكلام ده سهل يعني لما اعمل اسبيريشن ابدا افرق الايه الاربعه من بعض زي ما عملنا قبل كده. فاضل حته اخلصوا منها يلا تعالوا لي هنشتكي من ايه واحد عنده بلور انفيوجن ممكن اسيمتوماتيك لو الموضوع بسيط لان البلور ساعتها كبيره. طيب يلا لو اشتكى كف الكف يا روحه برانك وانا عندي برده ولا حاجه؟ لا ما هي برايه كف مش كده؟ طيب طب عندي ديزني؟ ليه؟ لا يا دكتور ده في حته مضروبه عليها وبالذات كلما زاد الايه؟ يعني كلما كان الكومبريشن زياده كلما زادت اكتر. طيب اندرون بين؟ بس الدنيا تحول من ايه؟ من ستيتشنج الى دارك ايجنج. ليه ما بقاش ستيتشنج؟ منعت الاحتكاك وانا فصلتهم عن بعض فالاحتكاك بدا ممكن يبقى في بعض الاماكن فيها ستيتشنج لكن هيبدا يحصل يتحول الى دارك ايجنج بين عشان خلاص بقى في فلويد بتجمع. هلاقي كلينيكال بيشر اوف كوز از تي بي مثلا هلاقي توكسيك مانيفستيشن لو كان في سبب هلاقي كومبليكيشنز زي مثلا ريسبيراتوري ستريس ممكن تحصل لاند كولابس ممكن يحصل مش كده يحصل سيروزز يحصل حاجه طيب بعد كده هلاقي الساينس بتاعته ساينس اوف ذا كوز اوف كومبليكيشنز بالهدايا هسال انت ترد كالعاده هلاقي الانسبكشن يلا مش عايز غلط الانسبكشن شيب اوف ذا تشيست بارج ولا برج هعرف ازاي مجال الريتكشن هتلاقي الناحيه الثانيه بتتحرك يبقى في الناحيه دي بتتحرك لكن دي مش بتتحرك يبقى هنا في ايه؟ مش احنا قلنا في اللوكال لما تلاقي الجست عامل كده تقول له خد لو دي اتحركت يبقى ريتكشن لكن لو دي اتحركت يبقى برج فده عنده برج طبعا ده لاترال برج بعد الشيب الموفمنت ها ليميت فين؟ قلنا في فايت السكن والله لو في تروما هتلاقي ايفنس اوف تروما ها بعد كده الكونسيشنز انا ما عندوش مشكله الا لو كان الاجهزه في الناحيه الشمال ممكن يعمل لي ابسنت ايبكس ابسنت ترانزيشن الميديستاينوم. بص بقى هو لو كان مايلد ما شفتش اي حاجه لو كان مجرد بيشفت الايبكسز لو كان سيفير بيشفت كل حاجه تاني لو كان مايلد ديفيوجن ولا اي حاجه لو كان مجرد هو بدل اللي تحت هيشفت مين؟ الايبكس لو كان سيفير هيشفت كل حاجه يعني هيشفت الايبكس وهيشفت كمان التركيه. تندرنس ممكن ما هو ممكن بعد البروسس هتلاقي في تندرنس التي بي اف قليله بقى في ميه كتير بقت قليله بالبابل ساوندز والله ممكن لو في رب ولا حاجه لسه موجود ممكن نحسه لكن طبعا هو بيقل مش زي الدايت بروسس يعني الديجري اوف تشيست اكسبانشن اكيد ليمتد بركشن فين لا في جمله في جمله بيز ستون بارلس اند رايزنج تو اكزيت ابدا من تحت كده هو انا واقف كده لما اقول بركشن هو قاعد كده هو قاعد في البركشن من هنا الحته دي جايه بارلس ورايزنج تو اكزيت ده ايه هو رايزنج تو اكزيت عشان النيجاتيف بلورال بريشر اتفقنا قبل كده قلنا خاصيتنا الانابيب الشعريه الفيسرا والبرينتا لاير عاملين كده ساك الساك ده فيه نيجاتيف بريشر وهذا النيجاتيف بريشر مهم جدا مهم عشان هي بيتنت البولاي ازاي حافظ على البولاي مفتوحه يبقى هي محاطه بنيجاتيف بريشر كل البولاي حواليها نيجاتيف بريشر هذا النيجاتيف بريشر وظيفته ايه؟ ان هو يحافظ على البولاي مفتوحه طبعا دخل عندي فلويد فبالتالي هيطلع مع هذا النيجاتيف بريشر اللي فوق يبقى بيزل ستور بالانس اند رايزنج تو اكزيل لو في شويه علم حرام هقوله كمان شويه اوسكالتيشن اخبار الاير انت او بريس ساوند قليل جدا في الناحيه المصابه قليل جدا ممكن لو في بقايا بلورزي اسمع بلورال رابط على الابر بوردر اوف بلورال انفيوجن ممكن اسمع حاجه اسمها ايجوكول هقولها حالا بصوا بقى لو ده كده لو دي اللانس اهي ادي البلورا وادي اللانج اليمين وادي اللانج الشمال ده منظر طبيعي لو احنا بدا يتجمع عندنا في دول هيبدا يتجمع من هنا من تحت هيبدا يجي من تحت كده هيملى هذا المكان وبعدين يبقى رايزنج تو اكزل حلو كده ركز بقى في اللي انا بقوله هتجمع عندي فلويد هنا هتجمع الفلويد اهو الحته دي مليانه فلويد بص يا دكتور هذا الفلويد بدا يزق 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 في نفس الوقت الجزء ده من اللنج لما الموضوع بقى كرونيك وبقى لي شويه عندي بلور ديفيوجن يا ولاد
اصبح المكان ده جاهزه فيه كومبنساتوري الجزيره. ففي واحد اسمه سكوتيا، سكوتيا قال لك ايه؟ قال لك اللنج من فوق الليفل بتاع البلود فيوجن تبقى هايبر ريزونانس، وتفسيره اللي حصل كومبنساتوري الجزيره يعني في جزء تحت الضغط عليه مش شغال، فالجزء اللي فوق يبدا يعوض، يبدا